كي جات حكيت الفرم لي هذيك معناها كسلت فرم لي هذيك فهمتني بقى اللي هي صاحبتي كي يخدم راجل فرم لي هذيك تمش تكلم راجل عقلك ولا يمرتك وصاحبت لي راجل تستهز عليه وراجل لو هرب عليه ما يعيش معي وانا معاه في الدار نتوقف 21 يوم في الحبس ناخذ 200 دينار ونخرج اصدقاء عملت لي نفقه اللي انا ما يعيش معي مش تصرف عليه هكا وكلمتهم قلت له هذا كيفاش تورا هكا 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 قلت له يا ناس فصلت معناها في الحكايه هذيا فحكيت له حمد راهم طلقوا اصبر انت اللي نجي صغير ومن بعد حل 1000 حلال بيت جا صغير صابره كيفاش مش تو هاني مريض تعدى الشهر 2 3 4 5 6 شهور كلمت امك قلت لها بنت نيزش عملت لي نفقه وما نيزش نتكلم على التحليل تقول لي لا بحكم انا وقت حتى فلوس مش عم تحليل ما نيزش ما عنديش اي من وكل ما نتكلم انا رايح من الحبس اقل كلمه نتكلم انا رايح من الحبس اقعد منا ما نقعدش من غادي نروح من الحبس لازم نقلع على كيف نقعد على كيف نخرج على كيف نقعد مع كيف نكلم على العباد على كيف شوف يا معز 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 خلينا نحكيو بالمعقول وباللوجيك وانها هي نجم تكون مرتكبه بعض الاخطاء ينجم يكون هذا صحيح وينجم يكون هذا غلط اما باش تقول لي نتكلم كلمه نلقى روحي في الحبس حتى انت لازم راك عامل حاجات نجيب سالي انا صغير قبلت كيف سامحني انا مش عارف كان حاجه اخرى انا في الحبس مش كاتبيه يتصور انها درات في الدار تجيب الحاك من 4-5 صباح يلزم الدار ما هي هذه ما تفهمش انا في الحبس خرجت نلقى مرتي حبل اول شهر ونص وانا معدي 4 شهور حبس هي حبل اول شهر ونص وانا معدي 4 شهور حبس هاي فاهمني انت كيفاش ما نعرفش انا قلت لك انا هذه حاجه ديك الحاجه محيرتني وبالحاكم ما لقيتش حق معاه في حد شيء نمشي نشكي ومعايا شوط مهما كانت القضيه انا نلبس المسطره تاع الحبس وهي تروح بالحق اي حاجه نعملها ديما نمشي للحبس ما نبقاش مع حق مرتي جايبه عباد تسكت لي في الدار بنات ولاد كوبلوات نطلب الحاكم يقول لي انت فلان نقول له ايه انت قول له شي شيء اقعد غاديك انا جاي تنسكم الناس الكل يجوا يلبسوني المستوى يهزوني من قدامه انا نمشي للحبس ويكمل القعده نتاعها في الدار نكلم خالي يقول له السيره فيها وفيها نكلم العباد يمشيوا للمركز يقول له شنو نخرجوا له هو رجع يقبل روحه ويخرج المره الجايه انا نتمنى انه زوجتك تجي على خاطر الحكايه نتاعك حقيقه مع كل احتراماتي ليك انت ونقولوا لك هذا بكل صدق وبكل احترام ثم حاجات ما تصدقش نتصورها مش مقابله واضحه لكن سامحني سي انت عندك الحق نجم تقول لك لا مش مشكله هذا اسمع بس كل تقول انا نسمع فيك اللي يعرفوني انا يا معز احنا توا نسمعوا فيك ديجا نسمعوا فيك ديجا ونخليك تتكلم انا جوست تسمح لي معناتها فقط يعيش خويا معز باش نعطي وجهة نظر نتاعي فقط البسيطة اللي تنجم تكون صحيحة وتنجم تكون غلط واضحة أنا واصل جا صغير ثاني وأنت في السجن في الحبس فأنا عامل صراحة 2009 2009 أنا في الحبس خرجت من الحبس كاتبه هي عن نفقة كم أنت قعدت معاها؟ خرجت من 2012 خرجت من الحبس أنا بتاعتي أخذ نفقة ما خلصتهاش أنا قلت لك النفقة حتى سامح معناتها أنت تقول مفعول السحر اللي كنت تحكي عليه وفيها 2012 لا 2006 على ناحيته 2006 مشيت ونحيت 2006 2006 مشيت ونحيت وعلاش ما طلقتش من وقت من وقتها ما عنديش فلوس قلت نمشي نشكي انا مش نتبع حقي انا لبس المستوى تاع الحبس وهي تروح على الروح وفي 2012 شنو اللي نزل لك 2012 نزل لي لقيت ولاد الحلال وقفوا معايا خلصوا لي النفقه وقفوا لي في كل شيء وقال لي تو مستعد انت من لحظتها تشوف حياتك معاه تبع تشوف صغارك موصل. انا سامحني شعلي انا بابا وام ناقش انت معز معز ارى نعلمك بحاجه يا خويا معز اللي هي حاجه بسيطه برشا والمواطنين الكل والناس الكل المشاهدين الكل يعرفوها وما ينجم حتى واحد يفكها لك وهو لا محاله الله لا تجعلني جره اما راي ما هيش معلومه باش نقولها لك سريه هذه الناس الكل تعرفها العباد الكل تعرفها انت ما دامك كاتب على زوجتك صداق وتعمل لها تحليل جين اللي هي ولصغارك ويطلعوا صغارك مش صغارك مرتك تدخل 5 سنين حبس سالي هذا والله مش كتبت مرت درشكو سالي شنو بدا واضحي سالي انا شنو رايك شد مرته مع واحد في الفرش في الدار باش تتكلم شنو شنو علاش نحبس نتكلم لا قول لي شكون تقول شديتها مع واحد في داري في فرش
وخالتها بعدها وتقول لي خالتها مش خالتها امها اسمها خيرة الاخرى خيرة حسين وشو 7 سنين تقول لي خالتي في الاخر مش تجمع في ماندا نقرا واحده من القصرين سامح قلت لك الحكايه غريبه بس فيها برشا نقاط غريبه خلينا نقدموا تو انت اليوم شكون استدعيت سامح؟ انا استدعيت طريقتي اي وصلت معها الصغار في نفس الوقت وشنو تحب تقول لها علاش استدعيتها؟ نحب نسالها ثلاث حاجات علاش عزتني وعرفت بيا غير وعلاش ما تحبش تخلي الصغار مثل ماهمش ولاد جيران علاش تخليش هبطهم الدار بابا يعرفهم امي تعرفهم قلت له ما يعرفوهمش لتو بابا كل ما تقولوا صغاري تو لكن سمعوا مقيدين مازالوا مقيدين بس مقيدين بس حاجه ثالثه علاش ضربت التحليل الجيران علاش قد ما جريت فجرت على التحليل اللي وكان نمشي نشكي انا الحاكم لقاب سبقت لاي قضيه جبال هاو ضربني هيلف في اي حاجه واضح سي معز انا يذور لي حكايتك ما نجمو نقدموا فيها ونفهموها الا ما شاء الله الطرف المقابل اللي هي صابره مدام صابره ها خاطر انا بصراحه شفت حكايات غريبه في عندي ما نقول لك ما هذه من اغرب الحكايات اللي تعدت علي اللي سمعتها بصراحه ان شاء الله باذن الله صابره طريقتك تكون موجوده الليله موجوده بحضنا في برنامج عندي ما نقول ان شاء الله يا رب سي معز جا البرنامج عندي ما نقول لك يحب يستدعى طريقته باش يسالها ثلاثه اسئله مهمه علاش غريبه في نفس الوقت علاش ما عملتش تحليل مدان رفضت الاولاد هذوكم ولاد شكون وحكايات حصلوا هذه من اغرب الحكايات اللي بصراحه ريتها في برنامج عندي ما نقول لك حتى يتفكك اللغز الليله والنجم ونفهموها ان شاء الله يكون الطرف الثاني موجود في الاستوديو الفرعي الثاني مع زميله ساره مساء الخير مساء الخير يا ساره شكون بحذاك بحذايا انت صابره مرحبا بيك عايش أسلام معنا اليوم شكون استدعاك اللي عندي ما نقولك إن شاء الله تكون لك مفاجأة إن شاء الله يا عايشك أي تفضل مع ولي جوات لك بلانتا ميرسي في برنامج عند ما نقول لك اليوم حلقة استثنائية حقيقة مخي وقف ونحب نمشي مباشرة لتجوهر الموضوع خاطر سمعت برشا حاجات غريبة وما تدخلش للمخ مانيش باش نوريك لا مؤشرات لحد شيء ديريكتومون باش نوريك الشخص اللي استدعاك الليلة في برنامج عندي ما نقول لك قول لي انت شكون ايه هذا بوزغارك شوف يا صابرة انا باش نحكي لك الحكاية كيما حكاها لي هو وعيشك ومن فضلك نطلب منك بكل لطف باش ما تقطعنيش للنخ وبعدين نعطيك المجال قل لي شنو هو الصحيح وشنو هو اللي غلط واعطيني وجهة النظر نتاعك انت سي معز قال اللي هو عرفك في سنة 2003 وكان معك كصديق معناتها سامبل اني تقابلتوا مع بعضكم ودرا شنو وكان يعاون فيك وقدم لك يد المساعدة وكان يمشي معك ويجي ويقضي لك قضياتك ويعطيك فلوس وحاجات من نوع هذا انت في الفترة هذه كمدام كنت من شخص آخر كنت أنت تقول وأنك تحترمه كيما أبوك هو عاونك باش طيحت الصغير هذاك وانتهى الموضوع في 2003 في 2004 هو ما يعرفش كيفاش حسب اللي قاله هو واللي حكاه قال قمت وصبحت في 2003 مشينا كلينا كاسكروت بعد ما كلينا كاسكروت هذاك نلقى روحي كاتب صداق عليك انت ومعرس بيك وهو ما في بالوش
اش يقول سي معز؟ يقول يلقى روحه ساكن في دار نتاعك انت في استوديو في جرايه واحده ببلاصه وانت مسكنه معاك صاحبتك، وقعد هو ساكن معاكم الزوز تقريبا مده شهرين كاملين. بعدها خرج مشى كرا استوديو ليك انت بركه اللي انت وياها كاو، وخرجت المراه الاخرى وقعدتوا ساكنين مع بعضكم. قعدتوا مدام حتى سنه 2005 يظهر لي، وهو وانت وقتها حبلت. اتبقى انتم عملتوا تحاليل متاع انجاب، انت ما عندك حتى مشكله، هو طلع عنده مشكله في جبان الصغر وابروفي من عند الطبيب. رغم هذاك هو جاب صغير منك انت، هو يقول اللي صغير هذاك ماهوش صغيري انا. اسالناه قلنا له انت كيفاش قبلت الوضعيه هذيك وقعدت مع المراه هذه؟ قال هي انا نجي نتكلم كلمه وانا نقش انا نلقى روحي في الحبس، هاي قضيه نفق، هاي قضيه درا شنو، وين يتكلم يلقى روحه في الحبس. من بعد هو دخل الحبس مدام، عدى 4 شهور في الحبس، كيف خرج يلقاك حامل مره اخرى مده شهر، معناتها حامل عندك شهر ونص هكاك. يقول انا مدامني كنت في الحبس اولا، وثانيا مدامني ما نجيبش صغار، ثانيا من باب المستحيلات انه يكون الصغير هذاك صغير. قلت له انا يا سي معز علاش ما عملتش تحليل اديان تحليل جين بالقانون بالسيف، معناتها وراك مرتك كيف تثبت انها الصغار هذوك ما همش صغار؟ راهي هذه جريمه، وفي الفتره ديك كاتب عليك اصدار، راهي هذه جريمه يعاقب عليها القانون ونجم يدخلك الحبس اصلا. معناتها قال لي هو ما لقاش المنافذ ربما اللي نجم يشكي بيك وما نجمش حصيله 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 حصيله. ما قال قعدت الحاله على ما هي عليه حتى ايش العام 2012، مع العلم يا مدام انه قال وانه في الدار فما برشا شرب وسكر وقعدات ولمات ودرا شنو ودرا شنو، وصل حتى لقاك معاه في وضعيات مشبهة بصراحة. هذا هو اللي قال حتى ايش مدام تقريبا سنة 2012 قعدت الحالة كما هي، لين جاء ولاد الحلال خلصوا له النفقة باش ما عادش انت تضغط عليه بها باش نجم يطلق وباش 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 وباش. قلت له انا قصيت عليه في الحديث هذا، قلت له شوف راي الحكاية هذه راي غريبة جدا جدا جدا، وماذا بيا نسمع وجهة نظر الطرف الثاني. تفضل. انت بالنسبة للطلاق اللي طلقته اني راه ضرر، اني معناها المضرة، اني طلقت طلاق ضرر. بالنسبة اللي يحكي فيه ذي الكل حسبي الله ونعم الوكيل وكها، ذي الكل على خاطر النفقة. حتى كان انت طلبت قلت لي دارنا ولا امك ولا ما نعرفش، قلت لك يبعثوا لي لحاكم استدعاء هز اعمل تحكي.